سؤال يقول كابتن، هل التكرار يشكل العضلة يخليها مثلا محددة، يطلع زواياها يطلع كذا؟ شوفوا، كان في السابق هذا الاعتقاد ان التكرار فوق 12 تكرار زين حق التنشيف ويبين اسمه خطوط العضلة، واللي اقل من 12 حق الضخامة. ولكن الجيل الجديد او المدرسة الجديدة تقول لا، التكرار ما له شغل، اللي له شغل اللي هو الدايت، انك تسوي دايت كنترول بالاكل والكارديو، تلعب تمارين كارديو، هذه اللي تحرق الدهون. العضلة تتشكل حتى لو تكرارين ثلاثة، تتشكل العضلة تكبر على شكل يعني معين، ولكن تفاصيل الخطوط هذه ما يعني راح يغطيها الدهون اذا فيها دهون، اذا ما فيها دهون راح تشوفها ايا كان الشكل. فقضية كلها عبارة عن التخلص من الدهون، الكارديو والتغذية، اما التكرار ما له